من جديد أهلا بكم في حصة مغاربية. علقت إذن جبهة البوليساريو الانفصالية كافة اتصالاتها مع الحكومة الإسبانية بعد التقارب السياسي بين كل من مدريد والرباط على ضوء الزيارة الدبلوماسية الأخيرة التي قادت بيدرو سانشيز إلى العاصمة المغربية للقاء الملك محمد السادس حول مستقبل العلاقات المشتركة. وتتخوف قيادات البوليساريو من انقطاع الإمدادات الغذائية والمالية التي تبعتها المنظمات الإسبانية نحو مخيمات تندوف بالتزامن مع تراجع نفوذها السياسي بالمشهد الحقوقي الإسباني في السنوات الأخيرة بعد توالي التقارير الدولية التي كشفت عن سرقة تلك الإعانات الإنسانية. بعد تغيير إسبانيا موقفها مع المغرب ودعمها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، تخرج جبهة البوليساريو ببلاغ تعليق كل اتصال مع حكومة بيدرو سانشيز الإسبانية. فمدريد الآن تعتبر أن خطة الحكم الذاتي هي الأساس وأكثر جدية وواقعية ومصداقية. هذا الموقف سيحد من صبيب الدعم المالي والسياسي لجبهة البوليساريو، وهذا هو الجانب الخطير في هذه المسألة. وأعتقد على أن هي بداية النهاية لهذا الكيان الوهمي، على اعتبار أن التوجه على المستوى الدولي هو توجه داعم لمغربية الصحراء، والتوجه على المستوى الدولي هو داعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب والذي تبناه مجلس الأمن من خلال قرار 2602، كذلك أن هذا الموقف الإسباني الجديد سيشكل بداية شراكة جديدة في للعلاقات بين المغرب وإسبانيا. ضربة دبلوماسية أخرى زعزعت حسابات جبهة البوليساريو، حيث أعلن الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة عمر هلال على أن المغرب لم يعد مستعداً لاستقبال ساكنة تندوف بعد الآن، ورحب بمن شملهم بالإحصاء لعام 1974. الدبلوماسية المغربية لطالما أشارت إلى أنه هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية قد طوي وانتهى، والآن يؤكد السفير عمر هلال على أنه العودة لن تشمل إلا الذين يشملهم إحصاء إسبانيا للعام 1974. العزلة الدولية التي تعيشها جبهة البوليساريو دفعتها إلى محاولة تصعيد حرب الأقصاف كما تسميها. هذه الأقصاف الوهمية تخوضها جبهة البوليساريو منذ أزيد من سنة ونصف، إلى جانب توجيه مجموعات من الاتهامات إلى المغرب بغية لفت أنظار المجتمع الدولي. إسبانيا أبدت استعدادها لبدء مرحلة جديدة مع المغرب، ويوما بعد يوم تجد جبهة البوليساريو نفسها في عزلة دولية مع تكثيف البروباغندا عن الأقصاف الوهمية. فهل بدأ العد العكسي لانهيار جبهة البوليساريو؟ إكرام الأزرق، قناة الغد، الرباط. وينضم لنا عبر الهاتف في مدينة فاس المغربية الدكتور مصطفى المريني، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز الحوار المغربي العربي للدراسات. دكتور مصطفى أهلا بك معنا. يبدو أن موقف مدريد باغت أطراف النزاع في قضية الصحراء المغربية. أن تقطع جبهة البوليساريو الآن علاقتها بحكومة مدريد، هل يغير شيئا في المعادلة؟ مرحبا سيدتي. يعني هو تحصيل حاصل إنجاز التعبير، وتقرير لواقع بحكم الاعتراف الإسباني بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، لأنه يفترض أن الاعتراف الإسباني بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية قد يعني حسم، إن لم نقل أنهى، علاقة الدولة الإسبانية بجبهة البوليساريو على الأقل في توجهها الانفصالي. يعني لأن الاعتراف الحكومة الإسبانية بمخطط الحكم الذاتي يعني في الصحراء يعتبر إقرارا بالسيادة المغربية على صحرائه، ويملي بالتالي يعني على الدولة الإسبانية تكييف مواقفها على هذا الأساس بما فيه موقفها من جبهة البوليساريو الانفصالية. وبالتالي فإعلان جبهة البوليساريو يعني قطع علاقتها يعني كما قلت هو تحصيل حاصل وتقرير لواقع، لأن جبهة البوليساريو شعرت وأدركت
أن الاعتراف الإسباني بالمبادرة المغربية سينهي وجودها الرسمي في إسبانيا، ويكرس بالتالي عزلتها إقليميا ودوليا بحكم يعني تنامي زخم المواقف الدولية الداعمة للمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ومنذ ذلك الحين وهذا هذه المبادرة المغربية تحصد الدعم والتأييد، حتى أضحت قرارات مجلس الأمن في السنوات الأخيرة يعني تدفع في اتجاه تغليب حل سياسي توافقي يستلهم المبادرة المغربية للحكم الذاتي. يعني بعد الاعتراف الإسباني جبهة البوليزاريو والبلد الذي يقف وراء أطروحة الانفصال يوجدان في عزلة دولية. طيب دكتور مصطفى، واجهة الإرادة الدولية، ما الذي يضمن صمود موقف الحكومة الإسبانية إن تغيرت هذه الحكومة؟ لأن تذكروا أن حكومة سامباتيرو أيضا كانت تبنت هذه الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء المغربية. لا، هو نحن بصدد موقف دولة. يعني الحكومة الإسبانية يعني عبرت عن دعمها لأول مرة بصريح العبارة يعني باعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وجدية يعني إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ولا أفترض أن تغييرا سيمس يعني هذا الاعتراف الإسباني الذي يمثل الإرادة السياسية ومراكز القرار السياسي في إسبانيا، لأن إسبانيا أدركت أن علاقتها مع المغرب باتت مرتهنة باعترافها بالمبادرة المغربية، خاصة وأن المغرب هذه المرة يعني ظهر بشكل حاسم ووضع على رأس أولويات السياسة الخارجية يعني احترام المصالح العليا للمملكة وفي مقدمتها يعني قضية يعني المبادرة المغربية في الصحراء المغربية. يعني نحن بصدد موقف دولة ولسنا بصدد يعني مواقف. طب موقف دولة، يعني الدولة الإسبانية لها ثقل دكتور مصطفى، وكانت أيضا المستعمر الأول للصحراء، كيف استطاع المغرب إقناع دولة ثقيلة كإسبانيا بربما الذهاب والإشادة بمبادرة الحكم الذاتي كحل لقضية النزاع؟ هو المغرب يعني الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة يعني بقيادة يعني جلالة الملك يعني باتت يعني تضع كما قلت سابقا على رأس أولويات السياسة الخارجية المغربية احترام المصالح العليا للمملكة وفي مقدمتها المبادرة المغربية السيادة المغربية على صحرائه. ويعني المغرب بدأ حاسما هذه المرة يعني يلتمس من شركائه ضرورة الوفاء بالالتزامات وفي مقدمة هذه الالتزامات احترام سيادته على صحرائه. رأينا هذا مع ألمانيا التي اقتنعت يعني بأهمية المبادرة المغربية وأعلنت عن ذلك. اليوم نحن بصدد الموقف الإسباني، وبالأمس كنا بصدد مواقف أوروبية واضح. يعني فرنسا على سبيل المثال. إذن في العموم نحن نعم فرنسا وألمانيا هناك دينامية في المواقف الدولية باتجاه قضية الصحراء، وضحت الفكرة. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى المريني، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز الحوار المغربي العربي للدراسات، كنت معنا من مدينة فاس. شكرا لك.